دلوقتي وانا ماشي شفت شاب هناك اهو وشكله حزين جدا، اعمل معاه خير ولا ما اعملوش؟ طب ايه بقى يرضيكم ان انا اعمل معاه الخير من غير ما اصور؟ طب والناس تعرف منين ان انا عملت الخير؟ ها تعالوا معايا نشوف مشاكل الشاب ده. يلا مد يا بنت، مد يا بنت، الخير ما بيستناش. ازيك يا ابني؟ ازيك عامل ايه؟ ازيك اخبارك ايه؟ لا لا اوعى ايدك كده، ايدك بقى بان في الكاميرا، بان في الكاميرا عشان الخير. ما تصورنيش بعدين بقى، ده في خير بيحصل، في خير. ايه شكلك مهموم؟ انا غلبان. انا كنت شغال كويس الفتره اللي فاتت قبل الدنيا ما تقفل، وكنت بكسب، كنت بكسب حلو قوي، وببيع على القهاوي وحاجات كده. ايوه كنت بكسب بال 100 جنيه وبال 150 جنيه. باين وشك، باين وشك بس للكاميرا، باين وشك. بال 100 جنيه و 150، انا مش عايز. باين وشك في الكاميرا، باين وشك في الكاميرا. عايز اعمل خير عشان الناس تعمل فولو. يلا. وكنت بكسب كويس لحد الدنيا قفلت، ما بقتش بكسب، وبقيت قاعد من غير شغل ومعيش فلوس. كنت تاخد كام في اليوم؟ 100 جنيه. قولها عاليه، قولها عاليه. 100 جنيه 100 جنيه تقبض 100 جنيه في اليوم؟ اه. طيب امسك كده يا ابني، امسك مايك الخير. خمسين جنيه، خمسين جنيه. خش خش شويه كده على الخير، خش شويه على بعين الخير كده في وشه. بص بقى يا ابني، تقول للناس اعملوا لايك لصلاح لان صلاح بيعمل خير. وهاخد ال 50 جنيه؟ وهتاخد ال 50 جنيه. اعملوا لايك لصلاح لان هو بيعمل خير. هتاخد قول لهم اعملوا لايك على الانستجرام عشان في خير كتير. واعملوا لايك على الانستجرام عشان في خير كتير. واهلك يعملوا لايك. واهلي يعملوا لايك. وكل تعمل انفايت لكل اصحابك النهارده على البيج عندي. هعمل انفايت لكل اصحابي على البيج. هتعمل 20 كومنت فيهم 20 منشن لاصحابك. و20 كومنت فيهم 20 منشن لاصحابي. امسك. عملنا الخير، ساعدوا الناس. المشكله لما احنا نكون بنساعد الناس، لما انا استغل ان انا انفلونسر واساعد الناس، يعني ان انا بقى انفلونسر وما ساعدش واحد، يقول لي يا ابن الانفلونسر. ها قول بقى، قول شكرا بحب صلاح. شكرا وبحب صلاح. يلا روح اغسل عربيتي. اتفضل. هنسيبكم ونروح نشوف خير تاني.